السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي مع مادة التربية الدينية الإسلامية الفصل الدراسي الثاني. النهاردة بإذن الله هنتناول الدرس الثالث وهو أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين حبايبي، هنتناول أول شخصية وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. أول حاجة عايزين نعرف من أمهات المؤمنين. يبقى لما أسألك أول سؤال من أمهات المؤمنين، هنجاوب هنقول هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أمهات المؤمنين هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة من أمهات المؤمنين؟ هن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. هنتناول أول شخصية معانا النهاردة وهي السيدة عائشة رضي الله عنها. والسيدة عائشة رضي الله عنها هنتعرف على شخصيتها. السيدة عائشة رضي الله عنها أول حاجة بيقول لي إنها ابنة سيدنا أبي بكر الصديق. يبقى السيدة عائشة رضي الله عنها هي ابنة مين؟ سيدنا أبي بكر الصديق. وسيدنا أبي بكر الصديق ده كان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول الخلفاء الراشدين. يبقى تاني، سيدنا أبي بكر الصديق هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أول الخلفاء الراشدين. يبقى السيدة عائشة ابنة مين؟ ابنة أبي بكر الصديق. طيب، وأبي بكر الصديق كان ترتيبه رقم كام في الخلفاء الراشدين؟ أول الخلفاء الراشدين. أحسنتم، برافو عليكم. طيب، تاني حاجة هنتعرف بقى مع بعض كده وعلى سيدة عائشة، وهنعرف ولدت متى. قال لي متى ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها؟ ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ بأربعة أعوام. يعني إيه أعوام؟ يعني سنين. يبقى ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أعوام. خلي بالك، أعوام يعني إيه؟ أعوام يعني سنوات. أعوام يعني إيه؟ سنوات. وساعات بيلخبطني يقول لي ولدت السيدة عائشة قبل، لا، هي ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ أربعة أعوام. أربعة أعوام. طيب، بيقول لي فنشأت في أسرة مؤمنة. يبقى لما أجي أقول لك سؤال كيف نشأت السيدة عائشة رضي الله عنها، نشأت السيدة عائشة في أسرة مؤمنة. طيب، ومتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إمتى تزوجها؟ قال لي وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة. إمتى كان الوقت؟ قال لي قبل الهجرة إلى المدينة. يبقى تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى الإيه؟ المدينة. يبقى تاني، كيف نشأت السيدة عائشة رضي الله عنها، نشأت أسرة مؤمنة. أسرة مؤمنة. متى تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. يبقى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى الإيه؟ المدينة. طيب، تعالوا نتعرف مع بعض على فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها. قال لي كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تعلم القرآن. الله، يعني كانت تعلم الناس القرآن وبتحفظهم. يبقى أول حاجة أن السيدة عائشة كانت تعلم الناس القرآن والحلال والحرام. يبقى تعلم الناس القرآن والحلال والإيه؟ والحرام. وكان كبار الصحابة يستشيرونها في أمور الدين. ليه؟ لأن هي كانت إيه؟ كانت على علم كثير. يبقى كبار الصحابة لما كانوا محتارين في أي أمر أو يحتاروا في أي أمر، كانوا يأتوا إلى السيدة عائشة ليستشاروها في أي أمر من أمور الدين. السيدة عائشة روت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث؟ قال لي روت السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2210 حديثا. يبقى روت السيدة عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث؟ 2210 احاديث. لما اجي اقول لك، بقول لك اي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانا بقول لك عن ابي هريره مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فانا بقول لك ان السيده عائشه كمان روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 احاديث. طيب، يا ترى ايه صفات كمان السيده عائشه؟
عرف عنها الزهد، والزهد يعني التقوى، الزهد يعني التقوى والخوف من الله عز وجل، وإيه كمان؟ والكرم. فذات مرة بعث إليها معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان بعث إليها وأرسل إليها 100,000 درهم. فعملت إيه؟ فما كان منها إلا أن عملت إيه في الفلوس دي كلها؟ قسمتها على الفقراء والمحتاجين. يبقى قسمت كل المبلغ على الفقراء والمحتاجين، ولم تبقي لنفسها شيئا، ما بقتش لنفسها شيء، وقسمت كل الأموال على الفقراء والمحتاجين. ده دليل على الزهد اللي هي كانت فيه السيدة عائشة رضي الله عنها والكرم. يبقى أول حاجة لما أجي أقول لك كانت السيدة عائشة تعلم إيه؟ القرآن والحلال والحرام. وكان نقط يستشيرونها في أمور الدين، كان كبار الصحابة. كبار الصحابة. وعرف عن السيدة عائشة صفتين، إيه هما؟ الزهد والكرم. يبقى عرف عنها الزهد والكرم. طيب ومن الذي أرسل إلى السيدة عائشة 100,000 درهم؟ مين؟ معاوية ابن أبي سفيان. معاوية ابن أبي سفيان. طب إيه يعني موقفها لما أرسل لها هذا المبلغ؟ قسمتها على الفقراء والمحتاجين. قسمتها على الفقراء والمحتاجين. توفيت السيدة عائشة رضي الله عنها متى؟ متى توفيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأين؟ متى؟ لما أقول لك بيسأل عن الوقت، وأين؟ بيسأل عن المكان. توفيت السيدة عائشة سنة 57 هجرية. طيب وتوفيت فين المكان؟ توفيت في المدينة المنورة. توفيت في المدينة المنورة. يبقى لما أجي أسألك متى توفيت السيدة عائشة؟ توفيت في 16 رمضان سنة 58 هجريا. وأين توفيت؟ وتوفيت في المدينة المنورة. وتوفيت في المدينة المنورة. يلا بقى نتعرف كده على تدريبات درسنا. السؤال الأول سل، عندي هنا العمودين، نقرأ كده العمود الأول اللي هو ألف. أول حاجة بيقول لي السيدة عائشة رضي الله عنها هي ابنة. طيب نشوف كده في العمود التاني، هي ابنة مين؟ ندور كده على الإجابة، ابنة مين؟ نختار ايه؟ أبي بكر الصديق. يبقى السيدة عائشة رضي الله عنها ابنة أبي بكر الصديق. رقم اثنان، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو ايه؟ نشوف بقى الإجابة المناسبة، هو أول الخلفاء الراشدين. هو أول الخلفاء الراشدين. رقم ثلاثة، ولدت السيدة عائشة رضي الله عنها، ولدت امتى؟ بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعة أعوام. وعندي بقى آخر واحدة في العمود الألف وآخر واحدة في العمود باء، وهي بالسيدة عائشة إمتى؟ قال لي إيه؟ بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. يبقى تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قبل الهجرة إلى المدينة. قبل الهجرة إلى المدينة. يلا مع بعض زي ما تعودنا في نهاية كل درس بسؤال المتفوقين، وسؤالنا النهاردة ما هي فضائل السيدة عائشة رضي الله عنها؟ وهنستنى إجاباتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.